سيبر ان ويج بين رقيعة حاكوي، يعني سيبر ان ويج بين رقيعة حاكوي، يعني وصل الأمر ده وأنا واقف، وصل الأمر ده وأنا واقف. أهي سيبر، علامة سيبر، سين بي ر، صوت واحد، آخرته إيه؟ سيبر ر، جاب لي ر، يبقى أضيف ر بعدها أقول سيبر، مش كده؟ غلط طبعا، غلط طبعا. سيبر علامة ثلاثية آخرتها ر، جاب لي ر عشان يأكد لي إن آخرتها ر، يعني أنت وصلت صح، يعني أنت لما طقت سيبر وصلت صح كمل. فجايب لي دي تأكيد بس، مش عشان أعيدها، ما تتعادش، تدخل جوه العلامة كأنها جواها، فانطق الاتنين حاجة واحدة، يعني الاتنين يتنطقوا سيبر والره مرة واحدة، سيبر. تمام، سيبر يعني ايه؟ نشوف الأول في القاميص، هنلاقي سيبر معناها يوصل، عشان كده جايب لي مخصص رجلين، شوف بيساعدني نطقا وبمعنى وكل حاجة. سيبر يعني ايه؟ يوصل. طيب بعد فعل يصل verb to arrive عندي ايه؟ اهي نون، ممكن تكون نون نحن، ممكن تكون نون حرف جر، ممكن تكون نون بتاعت الماضي. ايه ده اللخبطة دي؟ ولا لخبطة ولا أي حاجة، مش ده فعل، يبقى النون اللي تيجي بعده بتاعت الماضي. خلاص، يبقى هنا عايز يقول لي دي ماضي، قد وصل، كأنها قد حرفيا، مش معناها قد. I have said في الإنجليزي مش معناها have معناها يملك، لأ، هنا فعل مساعد بيدي معنى قد، أنا قد مثلا I have said أنا قد قلت، فمثلا أنا قد أكلت I have eaten. هاف معنى لوحدها معناها يملك، مش كده؟ هنا برضو هنا ان بتديني فكرة الماضي، فبقولها يعني كما لو كان معناها قد، لان قد في العربي بتدي ماضي. يبقى سيبرين قد وصل، ايه اللي قد وصل؟ ممكن يكون انا اقول سيبرين ايه، انا وصلت، سيبرين اف هو اللي وصل. تمام، لكن هنا بيقول لي ايه؟ سيبرين ويج بن، ويج بن، يبقى ويج بن ده اللي وصل. ايه الويج بن ده؟ تعال نبص، العلامة دي اسمها صوتين، فيها صوتين، واو وج، وج، وج يعني ايه؟ وج يعني امر، امر يعني ايه؟ امر ملكي، امر ملكي، امر الملك، فواو وج فعلامة واحدة، فجايب لي الواو برضو يأكد لي، جايب لي حاجة من اللي فيها اهو عشان يعرفني انا وصلت صح. طب وج ده ايه؟ حاجة معنوية عشان يحط لي مخصص معنويات؟ لا، اصل كمان ما تنساش الوج ده الامر الملكي اللي بيتكتب على بردي، فممكن يحط لي مخصص بردي ما فيهاش حاجه. خلاص تمام، يبقى سيبرن ويج بين يعني ايه؟ سيبرن قلنا قد وصل، ويج الامر، بين ادي البي وادي النون، يعني ايه بين؟ يعني ده، هذا، يبقى ويج بين هذا الامر، هذا الامر الملكي، ماله؟ سيبرن قد وصل، يبقى سيبرن ويج بين، ويج بين هذا الامر الملكي قد وصل. اهي نبص مع بعض، هذا الأمر أو الأمر الملكي قد، التلاتة مع بعض وصل، قد وصل، سهلة. سيبر ان ويج بين يعني هذا الأمر الملكي قد وصل. تمام، ار بينما، اي انا بينما انا، اها علامة اها، علامة اها بتنتهي بعين، فجايب لي العين في الآخر، اها معناها ايه؟ يقف، احد معانيها. خلاص، طيب اها ويقف، جايب لي رجلين اهو، الوقوف، كوي كاف واو يه، او احيانا كو بتبقى اختصار كوي، يبقى ده مخصص، ايا كان كوي معناها ايه؟ انا واقف، بينما انا واقف، هي الحقيقه هي حاله جرامر، يعني هي حتى اسمها حاله، صيغه الحاله يعني، فاها كوي يعني بينما انا في حاله الوقوف، بس مش هندخل جرامر جامد يعني، بس معناها كده. خلاص، طيب ارقي بينما انا في حاله وقوف، واقف او في حالة وقوف، كوي بتديني وضع الحالة. خلاص، بينما انا واقف، وان فين وانا واقف وصل الامر الملكي، سهلة خالص كده. خلاص، سيبرين ويتش بين، الامر ده الامر الملكي ده وصل، ارقي بينما انا واقف، واقف، سيبرين ويتش بين ارقي عحا كوي، سيبرين ويتش بين ارقي عحا كوي.